مساء الخير عليكم جميعا. يعني زي ما حضرتك شايفين ومتابعين المنخفض الجوي اللي جاي من اتجاه الغرب او من اتجاه الشمال الغربي وجاي على السواحل الشماليه لمصر بدا يتجه ناحيه الشرق، وبالتالي احنا بنتعرض لنوه كبيره جدا بتتعرض لها مصر في الوقت الحالي. هذه النوه بتخص او بتكون مسيطره اكثر في الساحل الشمالي المصري وما دون الساحل الشمالي، المناطق الداخليه من المحافظات الشماليه لمصر زي محافظه الدقهليه، محافظة دمياط، محافظة بورسعيد، بحيرة، طبعا كفر الشيخ. هذه المحافظات هي المعرضة الأكثر لهذه النوة، وطبعا كمية الأمطار اللي شهدت اليوم الأربعاء وبالأمس وكانت كمية ليست بالقليل على هذه المناطق. بداية بدأ المنخفض الجوي من عند منطقة مرسى مطروح، هي المنطقة الغربية من مصر بالطبع، ولاحظ الناس هو يعني تلف ودمار الممشى الزجاجي اللي كان معمول على شاطئ كليوباترا. هذا الممشى اللي لم يصل عمره حتى لسنة واحدة، ولكن تعرض للتلف والتدمير بسبب قوة الموج اللي ارتفاعه وصل لخمسة متر. حضرات المشاهدين، هذا الارتفاع الكبير جدا يعني ظاهرة طبعا احنا ليست بالغريبة، ولكن الغريب ان احنا اندفاع الموج بالشكل الكبير ناحية المباني او ناحية المنشآت اللي موجودة على الشاطئ، زي ما حضرتك شايفين الصورة في مصيف راس البر، ودي الشماسي والبلاج والشاطئ والكافيتريات حتى نفسها اتدمرت، المنطقة كلها تعرضت للتلف. المدينة بتبقى فارغة يعني مبقاش فيها ناس كتير في فصل الشتاء، ولكن ارتفاع الموج بيصل لخمسة متر. يعني حضرات المشاهدين ارتفاع الموج عالي جدا، وبالتالي الإبحار والصيد في هذه الظروف بيكون شبه مستحيل، لأنك بتعرض حياتك كصياد للخطر، وده بيعمل شلل في لمدة أسبوع تقريبا أو خمس أيام، بيعمل شلل في حركة الصيد والملاحة في البحر الأبيض، لأنه هو المعرض بشكل كبير لهذه النوة، نوة رأس السنة اللي بتيجي كل سنة زي الوقت كده، والصورة هي خير شاهد على هذا الكلام. يمكن المتابع لحركة المنخفض الجوي على الساحل الشمالي المصري وعلى مصر بشكل عام، لكن الأكثر تأثرا زي ما قلت حضرتك هو الساحل الشمالي، بيجد أنه بدأ في اتجاه الغرب في مرسى مطروح، بعد كده جه اسكندرية، وفي اسكندرية حصل كثافة وغزارة في الأمطار، وحصل كمان تراكم مياه في الشوارع كالعادة. بعد كده جه المنخفض اتجه في اتجاه محافظة البحيرة، شمال محافظة البحيرة، منطقة رشيد، ومنطقة بقى دخل على كفر الشيخ اللي هي المناطق الشمالية من كفر الشيخ زي مثلا بلطيم، هذه المناطق. وانت ماشي بقى على الساحل كأنك ماشي يعني منخفض تقريبا بسرعة 80 ل 90 كيلو متر في الساعة. وبالمناسبة بنشكر صفحة التقصجية على اهتمامها بهذا الخبر اللي اعتمدنا عليها في بعض المعلومات عشان احقاقا للحق واعطاء الحق لاصحابه. يعني فاتجه كالعادة، وده الطبيعي ان المنخفض الجوي هيتجه من اتجاه الغرب في اتجاه الشرق او من الشمال الغربي في اتجاه الجنوب الشرقي، وحاليا وصل المنخفض الى منطقة بورسعيد، وبعد كده هيتجه على محافظة شمال سيناء، ولكن هو الان في فوق نطاق مدينة بورسعيد والمناطق المجاورة لها طبعا زي نطاق شمال الدقهلية، مراكز المنزلة والمطرية ومنطقة دكرنس، حتى وصولا الى المنصورة، مناطق دمياط، كل المراكز بتاعة الدقهلية ودمياط هي الوقت معرضة لهذا المنخفض، كمان مناطق كفر الشيخ، كل مناطق شمال الدلتا معرضة لهذا المنخفض، ولكن بيتجه هو في اتجاه شرق الدلتا يعني دمياط الدقهلية بورسعيد، وبعد كده يتجه لمحافظة شمال سيناء. والصورة زي ما حضراتكم شايفينها قلت لكم دي شاطئ مدينة رأس البر اللي محتاج كلام كتير جدا على ازاي نحمي شاطئ زي ده، بس هي مش عامل يوم ولا شهر، ده تراكم سنين طويلة وصل بنا الحال ان الشاطئ يكون بالشكل ده. طبعا هي المشكله اللي بنواجهها هنا في مصر هو سوء التخطيط من البدايه، لان المدينه انشات يعني تكاد تلاصق المياه، تكاد تلاصق البحر في بعض العشش والمباني في مدينه راس البر، بينها وبين الميه 2 متر حضرات، يعني انت متخيل 2 متر بينك وبين البحر، وبالتالي انت مستحيل تسكن في مكان زي ده في اثناء فصل الشتاء لان المياه بتدخل المباني نفسها. تخطيط المفروض يكون بيحصل من قبل كده، لكن طبعا ما حصلش في راس البر، ما حصلش في بلاد قبل كده انشات قديما على الساحل، وده اللي بتتداركه الدولة في الوقت الحالي هي بعد المباني عن المياه بمسافة كبيرة جدا، وكمان انك تضع كم كبير من الصخور والصدادات في المياه تحسما لأي طارئ او لأي ظرف زي هذه الظروف اللي احنا شايفينها على شواطئ وسواحلنا الشمالية اللي بتتعرض لهذه النوة. ونتمنى السلامة طبعا للجميع الناس، لكن بندعو الجميع لتوخي الحذر وياخدوا بالهم، لان الموضوع مش هيحصل نوة وخلاص وتنتهي، لا بيحصل نوة واثنين وثلاثة واكتر في فصل الشتاء، وبتطلع المية على المباني، بتطلع على المناطق القريبة من البحر، وكمان كمية الامطار بتكون شديدة جدا. فبندعو الجميع للانتباه وتوخي الحذر. وطبعا احنا يعني شفنا اللي حصل في
مرسى مطروح زي ما قلت لحضراتكم. الممشى نفسه الزجاجي اللي كان لسه يعني يا دوبك بقاله 6 شهور خلاص تحطم بشكل كبير جدا. الممشى اللي كان الناس يعني مبسوطه بيه ان هو ممتع، ولكن هي محدش يقدر على الموج. الموج ممكن نفسه يعني موج شديد ممكن يحرك الصخر، يعني بيحرك المراكب الكبيره جدا اللي يعني البحر بيشيلها، ممكن الموج نفسه يغرقها. وفي مثل انجليزي يعني لو حضرتك تعرفوه بيقول اتس نوت اباوت ذا بوت اتس اباوت ذا موشن اوف ذا اوشن، يعني مش مهم المركب اللي معاك كبير، المهم المركب اللي معاك صغير او كبير ما تفرقش، المهم الموشن بتاع الاوشن، يعني حركه المحيط او حركه المياه. لو حركتها زايده والموج عالي والله ما يقف لها اي حاجه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، دي بعض الصور الخاصه بالامطار ومدينه بورسعيد. طبعا هي اللي عليها النوة حاليا بشكل كبير اتجاه المنخفض في اتجاه الشمال الشرقي، واحنا المنخفض موجود على بورسعيد. يمكن الصوره دي بتوضح ان يعني كافيتريات على البحر نفسه، فالميه بتاع البحر الموج بتاع البحر بيتقدم. ودي مدينه بورفؤاد برضو، هي احد ضواحي مدينه بورسعيد، تقع في شرق القناه. وبعض الصور زي ما حضراتكم شايفين، نسيب حضراتكم مع الصور ونشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.